ايوه يا محمد يا حبيبي، انت فين؟ جوز ابو دم تقيل راح الشغل خلاص، انت مستني ايه؟ ندى. نعم على الصبح. انت متلبسه الباب ليه يا ندى؟ وانت عايز ايه من الباب يا محمود؟ كنت عاوز اغير هدومي، كنت عاوز الجاكيت الازرق يا ندى. خد الجاكيت الازرق بتاعك اهو. في ايه يا ندى مالك؟ في ايه مالي؟ شايفني بشد في شعري؟ لا شايفك متغيره. انت عايز ايه دلوقتي؟ هصبح على غزوله. بقول لك ايه، خليك بره، غزوله هصبح لك عليها انا. يلا امشي من هنا، روح شغلك يلا. هو شغل الاغاني وهيقص معاها. ده انت فاضي بقى ودماغك رايقه على الصبح؟ يلا امشي من هنا. كده ندى بنت على حقيقتها. لما كتبت لها كل املاكي اتغيرت معايا، يعني كل اللي فات ده تمثيل وكلام امنيه. مظبوط، انا هتصرف. ماما. ايه يا حبيبه قلبي؟ ماما هو في ايه يا ماما؟ مفيش اي حاجه يا حبيبه قلبي، انا عايزاكي تكملي النوم يا حبيبتي عشان احنا لسه الصبح بدري. ماشي يا ماما. بصي يا حبيبتي، لما تصحي كمان شويه التابلت جنبك اهو، اقعدي العبي بيه شويه. تمام، انا هروح الشقه تانية اظبط فيها حاجه. ماشي يا ماما. ماشي يا قلبي ماما. نيني يا حبيبتي. Good night. Good night يا جميله. انا عايزه اهزر مع غزله شويه واشغل اغاني. ده انت دمك بارد كالح، انت نايم ولا ايه؟ ما انت عارف ان غزل مش بيتك، هتعمل فيها عبيط ولا ايه؟ ماشي يا محمود، اصلا دمك كالح، واللي كان مصبرني عليك فلوسك، وفلوسك دي كلها بقت ملك انا دلوقتي، ايه اللي هيصبرني عليك؟ ده انت وجوزي الاولاني كنتوا دمكوا زي بعض، كالح سم. ايوه يا محمد يا حبيبي، انت فين؟ جوز ابو دم تقيل راح الشغل خلاص، انت مستني ايه؟ ما تتاخرش عليا. خايف؟ خايف من ايه يا محمد؟ ما انا فهمتك، املاكه كلها بقت ملكي، يعني باختصار هو بقى موظف عندي ملوش اي 30 لازمه. يلا بقى انا مظبطه لك الدنيا، تعالى. بحبك وهتوحشني، باي باي. ايوه انا نسيت بنت الهرمة اللي نايمه اللي اسمها امنيه دي، لما اروح اقول لها عشان ما تروحش تخبط عليا هناك. مخبى هنا ولا هنا؟ يعني معقول ندى بعد السنين دي كلها تطلع بوشين؟ يعني 8 سنين متجوزها بتمثل عليا؟ 8 سنين يا ندى بتمثلي عليا؟ ايوه، اول ما كتبت لها الملك بانت على حقيقتها. ماشي، بس انا لازم اشوف كل ده بعينيا. عارفه يا ندى، لو طلع الكلام ده حقيقي وانت بتضحكي عليا مش هسيبك. اللي انت اكلتيه وز وز يا ندى هطلعه عليكي بط بط. يا أستاذة، قومي يا فتانة، يا نقلت الكلام يا اللي بتصوري الناس. ارتحتي يا بنت لما رحتي وريتي الفيديو لأبوكي ولا ما ارتحتيش؟ فتانة شبه أمك بالظبط. إيه يا هانم، هتناميلي طول اليوم ولا إيه؟ لا لا لا، خلاص خلاص أنا هقوم أهو. وإيه دي اللي أنت حضنها يا أختي؟ إيه دي؟ دي عروستي اللي لبس بيها. عروستك ليه؟ عيالة نغة صغيرة؟ إيه القرف ده؟ لا لا ما تلميش، حرام عليك. تقومي لي دلوقتي حالا، تدخلي على المطبخ تنضفيه، وتطلعي على باقي الشقه تنضفيها كلها، عايزه الحاجه بتلمع. حاضر. اقول لك حاجه، عم محمد جاي يقعد معايا النهارده، ماشي؟ عشان ابوكي ملوش اي 30 لازمه، ابوكي ده موظف عندي، ابوكي ده ايه؟ موظف عندي، املاكه كلها واخدتها، يبقى ابوكي موظف عندي، وانت بنت الموظف ومالكيش لازمه في حياتي. اقول لك على حاجه، انت لو عندك بس
ذره دم كده، لو عندك حبه دم هتروحي تعيشي مع امك. ده ايه القرف ده؟ ما تزعليش يا عروستي. تعرفي يا عروستي انا زعلانه قوي، عشان يا عروستي ما عملتلهاش حاجه عشان تعاملني كده يا عروستي. انا في الاول كنت ببقى زعلانه عشان بابا ما كانش بيهتم بيا وما كانش بيقعد معايا، اما دلوقتي بقى يا عروستي انا زعلانه عشان ماما مش معايا، وكمان مرات ابويا بتعاملني وحش وبابا بيعاملني وحش واصلا مش بيكلمني. ما تزعليش يا عروستي، انا بقى هروح اسمع كلامه وانضف البيت. طلع عند ام غزل، في حاجه؟ تقرب لها ايه؟ اساليها هي، ما تساليش عني. ماشي حاضر اسالك. ام غزل دي شكلها مش مظبوط، شويه كده واطلع عشان تظبطها. ماشي قشطه. هو محمد ماله اتاخر كده ليه؟ لما رن عليه طب يلا دخليني الاول بعد كده نتكلموا جوه. انت مالك خايف كده ليه؟ في ايه؟ قبل ما حد يشوفنا. طيب طب ما تخلي اللي يشوفنا يشوفنا، ايه المشكله يعني؟ خليني بقى. مالك يا محمد، ده انا صاحبه الموضوع ومش خايفه زيك كده. اصل انا اول مره اجي لك الشقه دي. طب فيها ايه؟ تعالى نقف على السلم شويه. اسمعي الكلام. ايه المشكله اهو؟ في ايه؟ والبوابه كمان سالتني قالت لي انت رايح فين؟ قلت لها طالع عند ام غزل. طب وبعدين؟ قالت لي طالع عايز ايه يعني؟ قلت لها اساليها هي ما تسالنيش عني. قالت لك عايز ايه؟ ده انا هبهدلها لك. طب افتحي طيب ودخليني. لا مش فاتحه، وبعدين ما تخافش كده، كلها حبه وقت صغيرين، واتطلق من ابو دم كتير واتجوزك والعمره كلها تعرف اللي انت جوزي وانا مراتك، يبقى خايف من ايه يا محمد؟ ربنا يستر. عايز اقول لك على حاجه، ما تخافش قوي كده. بص، دي ملكي ودي ملكي، واملاكه كلها بقت باسمي، يعني هو بقى موظف عندي، يعني ملهوش اي 30 لازمه. طب ينفع نكملوا بقيه الكلام جوه؟ طب ماشي يلا تعالى نخش الشقه دي. طب يلا بسرعه. بس اهم حاجه تقول لي بحبك. ربنا يستر. بحبك. وحشتيني قوي. ربنا يستر. وحشتيني قوي. بحبك وحشتيني قوي. بحبك. ربنا يستر. وحشتيني قوي. افتحي بصوت عالي. بحبك. ربنا يستر. بسرعه يا محمد، في ايه بس؟ وانا كمان بحبك قوي يا محمد، وبموت فيك من ايام الكليه. وانا بعشقك من ايام الكليه، دي كانت احلى ايام والله. وبفكرك يا محمد، املاك محمود جوزي بقت كلها ملكي دلوقتي، حتى رصيده في البنك بقى ملكي انا. من الاخر هو بقى موظف عندي، ملهوش اي 30 لازمه في حياتي. طب انا عايز اعرف، انت اقنعتيه ازاي وخليتيه يكتب لك كل املاكه باسمك؟ كرهته في مراته. ازاي؟ كرهته في مراته، قعدت اقول له مراتك دي عامله نفسها طيبه وهي مش طيبه، مع ان مراته دي هبله قوي ويضحك عليها، يعني غلبانه. قعدت اقول له بقى عامله نفسها طيبه، بتربي لك بنتك امنيه غلط، سيب لي بنتك امنيه اربيها لك انا. راح ايه؟ اخر ما زهق راح قارش مراته بره البيت. رحت شغاله عليه تاني، قلت له مراتك هتروح تشتكيك وتقول بقى انا عايزه نفقه ومؤخر ومقدم وعايزه شقه عشان اربي البنت فيها وعايزه فلوس كل شهر عشان اصرف على امنيه بنتك. قلت له من الاخر هتقلبك هي وعيلتها. قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له تكتب لي املاكك كلها باسمي، واول ما تحصل ما تخلص المشكله دي هرجع لك كل املاكك تاني. وده طبعا لو شاف حلبه ودانه مش هرجع له حاجه. يعني اطمن يعني؟ ايوه طبعا اطمن. ايه؟ ايه ايه انا صحيكي من بدري قوي كده؟ انا اصلا ما نمتش يا فندم. طب ليه يا ايه؟ طيب انا عماله افكر في بنتي امنيه، يا ترى هي بتاكل بتشرب بيعملوها هناك ازاي؟ انا بنتي وجعلي قلبي قوي قوي يا فندم. والله يا ايه انا مش عارفه اعمل اي حاجه في حياتي. انا عارفه والله يا ايه، وان شاء الله هترجع لحضنك تاني وترجعي بيتك وحياتك هتبقى حلوه ان شاء الله. حرب. بس انت ادعي ربنا وان شاء الله خير وتفقلي خير يا ايه. والله انا ماليش غير وانا عماله اصلي وادعي ربنا، وان شاء الله ربنا يا رب ترجعلي يا رب يا رب ترجعلي.
هترجع لك والله يا ايه، والله متاكده ان هي هترجع لك والله. ومحمود هيعرف ان انت احلى واحده في الدنيا واحلى ست في الدنيا كلها. يا رب يهديك يا محمود عليا يا رب، وترجع لي بنتي امنيه يا رب. خلاص بقى يا رب، خلاص بقى تيجي خلاص. انا جت لي فكره حلوه قوي. طيب انا بقى دلوقتي اروح اصحي غزل من النوم واقول لها يا غزل روحي شوفي مامتك، عايزاكي في الشقه اللي هناك، واخليها بقى تشوف مامتها وتعرفها على حقيقتها واعرفها ان مامتها بتعمل حاجات غلط. ماشي ماشي يا طنط ندى.